السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة المسائية لهذا اليوم. هل ستدفع البصرة ثمن تجديد الولاية لأسعد العيداني؟ الحشد يطيح بتاجرة مخدرات شرق صلاح الدين. رسالة من البرلمان إلى الحكومة تتعلق بشهر رمضان، المتلاعبون متربصون. مجلس النواب ينهي قراءة جملة من مشاريع القوانين ويرفع جلسته. الكشف عن أسباب انتحار منتسبي القوى الأمنية في محافظة عراقية. خبير أمني يتحدث عن الفراغ الأكبر في العراق، عمقه يصل إلى 50 كيلومتر. الأولى منذ تظاهرات 2022، إيران تبدأ حملة انتخاب المجلس الأهم. ردا على هجوم حزب الله، وزير إسرائيلي هو إعلان حرب. الحرس الثوري أعلن إنتاج زوارق قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى. إليكم تفاصيل الأخبار. أبدت عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم أطياف التميمي اليوم الأربعاء 14 شباط 2024، تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في المضي بتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن في محافظة البصرة. وقالت التميمي في حديث إن الخلافات التي كانت بين أعضاء مجلس المحافظة انتهت، واليوم أصبحنا زملاء في مجلس واحد وهدفنا سيكون واحد. وردت التميمي عما إذا كانت البصرة ستدفع ثمن قيام أعضاء المجلس بتجديد الولاية للعيداني خلافا لرغبة القوى السياسية في بغداد، بالقول إننا نتمنى أن لا ندفع ثمن ذلك، فمحافظ البصرة أسعد العيداني هو رجل محنك ويستطيع أن يدير البصرة ويتجاوز أي أمور لا تخدم المحافظة بحسب وصفها، مشيرة إلى أن الخلافات السابقة كانت منافسات انتخابية، والآن نقول إن الأمور على ما يرام وتتجه نحو الإيجابية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 الإطاحة بإقراءات تاجر في المخدرات شرق صلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان إن اللواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة الحشد الشعبي تمكن من الإطاحة بتاجرة مخدرات في قضاء الدور شرق صلاح الدين. وأضافت إن قوة من استخبارات اللواء ألقت القبض على تاجرة المخدرات نون ميم حا وبحوزتها كميات من مادتي الكريستال والحشيش. وأشارت الهيئة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المتهمة. وجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن قرب حلول شهر رمضان. وقال عضو اللجنة علي المقصوصي إنه مع قرب شهر رمضان المبارك يجب على الحكومة تجديد الإجراءات الرقابية على السوق لمنع أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية والسيطرة على الأسعار التي دائما ما يحاول بعض التجار التلاعب بها خلال هذا الشهر. وأضاف المقصوصي إن الحملات الرقابية على السوق المحلي يجب أن تنطلق من الآن وتبقى مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك حتى يمنع أي تلاعب بالأسعار. كذلك يجب تجديد الرقابة الصحية لمنع بيع أي من المواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال البشري بسبب سوء الخزن وغيره. رفع مجلس النواب اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 جلسته الاعتيادية 8 من الدورة الانتخابية 5 السنة التشريعية 3 الفصل التشريعي 1. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن البرلمان رفع جلسته الاعتيادية 8 من الدورة الانتخابية 5 السنة التشريعية 3 الفصل التشريعي 1 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوة عبد الله. وأنهى مجلس النواب خلال جلسة اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1018 لسنة 1982 و554 لسنة 1983، كما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين 50 و60 من اتفاقية الطيران المدني
لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016. كشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 عن جزء من تقرير يكشف أسباب حالات الانتحار لبعض منتسبي القوى الأمنية في محافظة ديالى. وقال المصدر في حديث إن ديالى سجلت العديد من حالات الانتحار لمنتسبين في القوات الأمنية سواء الداخلية أو الدفاع، آخر حالتين خلال 2024، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب في ظل تباين الآراء. وأضاف أن كل التحقيقات أشارت إلى أن دوافع الانتحار تتلخص بمشاكل عائلية عامة وليس بسبب ضغوط العمل، مشير إلى أن أغلب المنتحرين كانوا في مواقع جيدة من ناحية الراحة والإجازات، ما يستبعد فرضة الإرهاق والضغوط التي تواكب الجهد الأمني. وأوضح المصدر أن منتسبي القوة الأمنية حالهم حال بقية الشرائح يتعرضون إلى ضغوط نفسية بسبب مشاكل عائلية تدفعهم في بعض الأحيان إلى خيار الانتحار، والتي كان آخرها للشرطي في قضاء خانقي 100 كيلو شمال شرق بعقوبة قبل يومين. كشف الخبير في الشؤون الأمنية جبار ياور اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 عن فراغات أمنية تعتبر هي الأكبر في العراق. وقال ياور في حديث أن هناك فراغات أمنية تنتشر في مناطق 140 ضمن خمس محافظات تمتد من خانقين وصولا إلى منطقة نينوى، مبينا أنه بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش انسحبت قوات البشمركة بضغط من القوات الاتحادية في زمن حكومة العبادي، وتشكل خط يمتد من خانقين إلى منطقة السحيلة على الحدود السورية تمسكه قوات البشمركة، وبالمقابل هناك خط مماثل للقوات الاتحادية لكن العمق بينها يصل من 40 إلى 50 كيلومتر في بعض المحاور، وهي تشكل فراغات لا توجد بها أي قوة أمنية، كما أنها تتميز بتعقيداتها من ناحية التضاريس. انطلقت اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 في إيران حملة انتخاب مجلس خبراء القيادة المزمع إجراؤها في الأول من مارس آذار المقبل، وتناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى الذي تعز سلطته الأعلى في البلاد. وبحسب وكالة أنباء إرنا بدأت اليوم الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة السادس وستستمر 15 يوماً، وستجرى هذه الانتخابات بالاقتراع العام في اليوم نفسه الذي تجرى فيه الانتخابات التشريعية، والتي تبدأ حملتها رسميا قبل أسبوع من إجراؤها. وهذه أول انتخابات وطنية منذ حركة الاحتجاج الواسعة التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022. وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، توفيت بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب عدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد. ويمكن لأي إيراني يبلغ من العمر 15 عاماً المشاركة في الانتخابات التي تقدم إليها 144 مرشحاً حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور من بين حوالي 500 متنافس. ومن الشخصيات التي تم استبعادها الرئيس السابق حسن روحاني الذي كان يسعى للبقاء عضوا في مجلس الخبراء حيث انتخب منذ عام 1999. أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 إن الهجوم الصاروخي على صفد هو إعلان حرب، ودعا بن غفير في تصريح صحفي إلى تغيير جذري في إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود مع لبنان. وبسياق متصل فقد أكدت مصادر إسرائيلية إلى بدء مشاورات أمنية عاجلة حول طبيعة الرد الإسرائيلي على القصف من جنوب لبنان. وكانت مصادر صحفية أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء بمقتل وإصابة 8 جنود إسرائيليين بقصف صاروخي نفذه حزب الله بمحيط مدينة الصفد بالجليل الأعلى. وقالت المصادر في خبر عاجل إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بعد أطلاق حزب الله صواريخ على القيادة الشمالية وقاعدة جوية في بيرون وقاعدة عسكرية بمحيط مدينة الصفد بالجليل الأعلى. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء 14 شباط 2024 إنتاج 3 زوارق متطورة وسريعة قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى. ونقلت وكالة أنباء فارس عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا
غسيري. حوله صممنا وانتخبنا ثلاث زوارق متقدمة عالية السرعة مع القدرة على تركيب صواريخ بعيدة المدى على متنها. وأضاف هذه الزوارق هي الأولى في العالم، حيث يمكن تثبيت صاروخ يبلغ مداه 30 كيلومترا ويتمتع بقوة تدميرية عالية ودقة على زورق يبلغ طوله 8 أمتار فقط. أتابع العدو يهددنا منذ 45 عاما، وهذه التهديدات ستظل موجودة دائما، ولكن يجب علينا أن نزيد من جاهزيتنا القتالية، وهو ما يتم بجدية في القوات المسلحة الإيرانية. ولفت تنغسيري إلى أنه تم إنتاج هذه الزوارق في مصنع تابع للحرس الثوري الإيراني في بوشهر جنوب البلاد وبالاشتراك مع وزارة الدفاع.